السلام عليكم أعزائي. هواي مرضى أقاربهم حالاتهم صعبة ومتقدمة، مثلا واحد يقول أنا أبوي نايم بالفراش وما يتحرك وصار له سنة كاملة وما خلي الطبيب ما راحت له ولحد الآن ما يقدر يمشي. فأقول له جيب الوالد خلنا نفحصه نشخص شنو حالته ونرشدك إلى ما هو مناسب إليه، يعني شنو العلاج المناسب. يقول لا دكتور رحمة الوالدك، بس اكتب لي حباية، اكتب لي يعني علاج وبلك إن شاء الله يصير زين. يعني أحلفكم يعني بالقيم اللي أنتم تعتقدون بيها، واحد صار لسنة ما مخلي طبيب ما مراجعة، يعني كل أنواع العلاجات أخذها، معقول أنا راح أكتب له هسه حباية ويصير زين؟ فحدث العاقل بما يعقل. يعني المفروض إحنا من يعني نبحث عن العلاج، لازم نساعد الطبيب، يعني أقل شيء أنه نأخذ للمريض يفحصه، يعني حالة متقدمة هي مو نشلة والطيب حباية ويصير زين، مو فد واحد عنده وجع راسه بدل 6 ساعات يوم يومين وأقول له أخذ العلاج الفلاني ويصير زين. أنت اللي تقول صار لسنة ما يمشي، يعني معقولة أنا بعلاج أكتب لي راح يمشي؟ فأخواني يعني ساعدوا مرضاكم من خلال مراجعة الطبيب يفحصه يقيم حالته وبعدين يرشدكم إلى ما هو مناسب. تحياتي لكم جميعاً.